فوق المرمى فرانك كوم الى حمد الهوني. فرانك كوم فرانك كوم في وضعيه هجوميه. فرانك كوم يحافظ على الكره الاخيره. فوسيني كوليبالي كوليبالي ثم عمليه ثنائيه والمحاوله من طه ياسين الخنيسي والهدف الاول لصالح الترجي الرياضي التونسي. الامضاء لطه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي يستغل بهتة من جانب دفاع نادي الرياضي الصفاقسي ويتمكن من احداث الفارق لتشكيلة المدرب معين الشعباني.